الكوافير والماكير عبد الحميد خزعت صاحب مركز وصالون فينوس. بنفس الوقت انه انا طبيب تقني اداوم الصبح بوظيفتي وارجع العصر بمهنتي. الشغلتين احب امارسهن. انا هذا الشغل سبق وان ذكرت انه شلون فتت له صراحه. فتت له انه انا يمكن طالب كليه ولحد ما مشوا وياي لحد ما وصلت لهالمرحله هذا يعني صعد وياي من انه انا طالب لحد ما توظفت ولحد الان فماشي انا على هذا الشيء عن حب يعني مو عن شيء ملزم به. صعوبات كليتها صعوبات يعني صعوبات انا اعتبرها مو صعوبات وانما تحديات. تحديات حلوه انه الشاب يمر بفتره شبابه بهذا التحديات انه هي تحديات انه شلون تدخل للعمل وشلون تكون صاحب مسؤوليه. هاي اعتبرها انه شيء حلو انه مو يعني فص صعوبه واجهت. تحديت نفسي بالدرجه الاولى وبنفس الوقت انه ظليت طموح على اهداف معينه لحد ما وصلت لها الحمد لله والشكر. والقاده هم ماتين انه طموح ما ينتهي. طموحك توصل لك تطمح باللي بعد اللي هي اعلى من عند طموحاتك انه اهم شيء ما توقف على مستوى معين. انا بالنسبه لي اعتبره نجاح 100% لانه انا من خلال هذا المكان اللي انا اشتغلت فيه صراحه واسسته انا والتيم اللي وياي صراحه كليتهم اخواني واعزاء علي سواء اللي بقوا وياي حاليا او اللي طلعوا من هذا المركز بس كليتهم يعتبرون حجر اساسي بهذا المكان. اعتبر نسبه النجاح لهذا المكان اللي هو حاليا احنا فيه اعتبرها 100% لان من خلال هذا المكان استقطبت ناس على معروفين على مستوى العراق كليته ومعروفين على مستوى الوطن العربي. وبنفس الوقت انا من هذا المكان طلعت اوردرات خارجيه كمسلسلات وكتصوير كليبات للفنانين والحمد لله والشكر. والقادم ان شاء الله كليته اجمل واحلى. كل الاشياء اللي انا وصلت لها يعني صراحه بدون اي تخطيط مسبق وانما هي تجي فرصه والفرصه تستغل بالطريقه الصحيحه. بعد ما تستغل الفرصه بالطريقه الصحيحه اكيد راح يكون الناتج شيء حلو. ابرز الاعمال اللي اشتغلت ويا المخرج الكبير المصري عادل اديب مسلسل المنطقه الحمراء. وحاليا انا دا اشتغل بشركه نيو شوت للمخرج الكبير فهد الخالد. اشتغلنا خلال الفترة السابقة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر يعني اشتغلنا الكليب لمحمد عبد الجبار الفنان الكبير تحياتي إليه. واشتغلنا للفنان الكبير صلاح البحر والفنان الجميل جديد على الساحة علاء العبد الله من ألحان حمزة الحمداوي. والأعمال القادمة كل شوية وإن شاء الله كل التحديات اللي بالمستقبل أطمح أوصل له صراحة يعني قلت لك انه ماكو فد شيء انه اطمح حاليا اوصل له غير انه الفرصة اللي تجيني انه مجرد انه استغلها ويعني وامشي بها بالطريقة الصحيحة. يعني الرسالة اللي احب اوجهها للشباب يعني اهم شيء ما يكون اليأس ياخذ حيز كلش كبير في حياتك. انا اتفق وياهم انه يعني مستقبل بالعراق مبهم بس بنفس الوقت انه انت ممكن انه تسوي مستقبل لنفسك اذا تشتغل على نفسك بصورة صحيحة. وبنفس الوقت انه انت اذا ظل بدائره واحده وبقوقعه واحده مقوقعه على نفسك انه ماكو شغل او ماكو فد شيء او ماكو شيء فاكيد انه انت ما راح تنجح ولا راح تنجز فد شيء بالحياه. اذا هو قاعد يمشي بطريق خطا او طريق صحيح فاكيد اكو ناس قريبين من عنده. اذا كان هو ما واعي على الحياه بصوره صحيحه فاكيد اكو ناس قريبه عليه لازم تكون واعيه على الحياه فهي تنصحها بالطريق الصحيح انه هاي الشغله خطا وهاي الشغله صح او صحح له الصح وصحح له الخطا. هاي تبقى بعد لازم يصير عنده خبره بالحياه. احنا دائما الحياه هي المعلم الاكبر لكل البشر فالاشياء اللي تمر بها بحياتك هي واحد هي عباره عن دروس ومحاضرات يعني عملاقه بحياتك لازم انت كلها تستغلها ولازم كليتها انت تتصرف فيها بالطريقه الصحيحه. قناه زاك راس الجميل شكرا لحضوركم الجميل للمركز مالتي شرفتوني وانا استغني وشكرا من القلب لحضراتكم على اهتمامكم بالطاقات الشبابيه. ونتمنى كل القنوات العراقيه تكون سباقه وتكون قريبه على الناس مثل قناه زاك راس صراحه يعني مو لانه انتم حاليا يمي بس للامانه انه هاي التفاصيل يعني تكون قريبه للناس بهالشكل هذا كلش حلو انه الناس اللي بدها تشتغل
المفروض تسلط الاضواء عليها، الناس اللي قاعده تنجز والناس اللي قاعده تتعب حياتها. كلش حلو انه يجي كاميرا قدامهم وتوضح انه التعب مالتهم وين دا يصير والجهد مالتهم وين قاعد يصير. شكرا لكم مره اخرى، شرفتوني.